هو الشمال الغربي بسهوله وهضابه وتراثه المادي واللامادي، عندما يكون محطة تاريخية تعود بالذاكرة إلى الألفية الأولى من الميلاد، قصور بلاريجيا والمقاطع التاريخية للرخام في شيمتو الأثرية، عندما تستدعي زائريها من الإعلاميين إلى بعض منعرفات التاريخ القديم لمنطقة جندوبة. ومع العهد النوميدي الروماني عدنا نستدرج التاريخ ليقص علينا حكاية هذه المواقع الأثرية بمناسبة زيارة ترويجية للمواقع الحضارية التونسية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. ثم في إطار التوجه للتعريف والترويج للتراث والمخزون الحضاري التونسي والتراث الأثري والمادي والغير مادي، ومن حمامات بلاريجيا الأثرية وقصورها وجنانها انطلقت الرحلة عبر بساط التاريخ الضارب في القدم، آيات للخلق الطبيعي وللإبداع البشري. فكانت تظاهرة تؤكد على زخم حضاري تلي ثرية بأثارها بحضاراتها المتعاقبة، ونتمنى أنه التونسي يقدم على زيارة هذه المواقع. كما عادي عنا تراث كبير ياسر، وعنا لي بلانت وعنا جبولات وعنا الخير والخمير كما نسمعوا كل شيء. حبينا يعني بحكم القراية اللي قريتها أنا عاملة بيولوجي فيجيتال في قرايتي، حبيت نثمن المنتوجات هذه. تمظهرات للحياة في أدق تفاصيلها ومشاركة جماعية للجنسين في نحت مدينة متميزة معماريا، فأثارها تسرد قصة تنوع الظاهرة الإنسانية. وفي العيد العالمي للمرأة كانت ذكرى المرأة التونسية حاضرة بقوة، ولنواصل الرحلة صوب المقاطعة النوميدية الرومانية شيمتو بكل مكتسباتها. راهي مرأة تونسية بربرية لأصلها، بعد أنها وقع فهمتني عملية الرومنة تأثرت بالحضارات الحضارة الرومانية، وقامت بإهداء حمام، وهي في الواقع زوجة أحد أعيان بلاريجيا. هي رحلة زمنية عبر التاريخ القديم، أردنا من خلالها أن نسترجع ذكرى العهود السابقة. بلاريجيا التي مثلت الثراء في أبعاده المختلفة، وشيمتو نموذج للمدينة الصناعية القديمة اختصت بصناعة الرخام، أبعاد حضارية تتطلب مزيد الترويج والتثمين لتراث تونسي يمثل بعدا من أبعاد التراث الإنساني العالمي.